أهلا بكم، معاكم مسيو صامويل يوسف، مدرس لغة فرنسية، وأنا بقدم محتوى جديد على قناتي وهو قراءة وشرح الكتب. واخترت كتاب أستطيع أن أجعلك غنيا، وعملت الفيديو الأول هتلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي العلامة اللي بتظهر على يمين الفيديو. وده الفيديو الثاني وهنقرأ فيه التمهيد وهنقرأه مع بعض، وإذا في أي جملة أو أي فكرة محتاجة لشرح هنشرحها مع بعض. تمهيد: رغم كوني شخص بدأ حياته المهنية في صناعة الموسيقى، إلا أنني لا أتذكر عدد الأغنيات التي تصف كلمة المال، فإنه موضوع يرد فيه الأغاني الحديثة يوميا في جميع أنحاء العالم. ولكن أن تصبح غنيا هو أمر لا يتحقق فقط بجمع المال، فالأمر بعيد كل البعد عن هذا. ولكي تكون ناجحا هذه الأيام يجب أن تكون غنيا في السعادة والصداقة والصحة والأفكار. ودي فكرة مش جديدة علينا إحنا كمصريين وكعرب، إن السعادة ليست في المال فقط، زي ما بنقول في اللهجة المصرية، مش كل رزق فلوس، مش كل الغنى والثراء عبارة عن فلوس، ولكن في ثراء آخر، في السعادة والصداقة والصحة والأفكار. والعديد من الفرص الجديدة تنتظر فقط من يكتشفها، حيث تنتج من الأفكار. وفي هذه الأيام خصصت 40% من وقتي للأفكار الجديدة. ده الشخص اللي كتب المقدمة بيقول كده. وأقضي الباقي في المساعدة في إدارة وتطوير 250 مشروعا من مشروعات مجموعة شركات فيرجن حول العالم. ماشي، ربنا يزيدك يا سيدي. ومن الممكن أن تظهر الأفكار في أي وقت وفي أي مكان، غالبا في آخر شيء يمكن أن تتوقعه. هنا هو بيقول لك الأفكار مهمة، الفكرة التي تبحث عنها مهمة، أن لا تفقد الأمل، لازم أنك تبحث عن فكرة، ربما تجد هذه الفكرة في آخر شيء لا تتوقعه. وما يمكن أن تصنعه هذه الأفكار هو ما يمكن أن يحدث فارقا في حياتنا بأكملها، وبهذا الفارق يمكن أن تتوالى المكافآت. فعلا الفكرة اللي أنت ممكن توصل إليها هي اللي ممكن تحدث فرق في حياتك، ومن بعدها تأتي المكافآت وتأتي الأرباح وخلاف. يتطرق هذا الكتاب إلى هذه الفرص ويقدم النصيحة حول كيفية تحقيق الثراء أو أن تصبح أكثر ثراء، فإنه يقدم رؤى حقيقية في عالم هؤلاء الذين حققوا النجاح. وهو واحد من أكثر الكتب المبتكرة التي رأيتها والتي تتحدث عن الثروة. لذا استعد للقراءة وأتمنى لك حظا طيبا، وتذكر إن استطعت أن تعمل بجد يمكنك أيضا أن تمرح بجد. السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة شركات فيرجن. السير ريتشارد برانسون مش هو كاتب الكتاب، ولكنه كاتب المقدمة فقط، وكاتب الكتاب هو مؤلف اسمه بول ماكينا. هكتفي بس بالمقدمة النهاردة، عايزين نعمل تشويق، ننتظر الفيديو القادم. ياريت تدعموني بلايك وبتعليق أسفل الفيديو، وشير للفيديو للي مستعدين إنهم يسمعوا شرح للكتب. تحياتي لكم والسلام.